النظام الإيراني ودبلوماسية أخذ الرهائن. لطالما شارك النظام الإيراني في استخدام أخذ الرهائن كوسيلة لتحقيق أهدافه السياسية، وينطوي هذا التكتيك المزعج على احتجاز الأفراد بصورة غير قانونية، وكثيراً ما يكونون مواطنين أجانب لانتزاع تنازلات من بلدان أخرى أو النهوض بجدول أعمالها على الساحة الدولية. دبلوماسية النظام الإيراني لأخذ الرهائن هي تكتيك مقلق يقوض الأعراف الدولية وينتهك حقوق الإنسان ويشكل تحديات كبيرة للأمن العالمي. إن استغلال الأفراد كورقة مساومة يسلط الضوء على استعداد النظام الإيراني لاستخدام وسائل غير أخلاقية لتحقيق أهدافه. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة ومعاقبة الحرس للنظام وجميع المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.